حكوميا وسط مدينة غزة، وقبل قليل تم إطلاق. نعم، هذه غارة بالقرب، ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم المبنى الذي يظهر الآن في الصورة، وهو تم يعني إبلاغ يعني أحد الآن. محمود لازم ننزل. عدنان، هل أنت بخير؟ إذا كنت معرض لخطر يمكن أن تذهب الآن، لأن أنا أرى القصف يعني في مواجهة المكان مباشرة. يعني هذه مجرد طلقات تحذيرية. محمود ارفقنا ننزل. عدنان، تم تدمير المبنى بالكامل. نعم، الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل.